فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه، هل يقال بأنه من الصحابة فيترضى عنه لأنه مات بعد قولها مباشرة؟ لا تبحث عنها، ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي. صحابي من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط. أما من لقيه وغير مؤمن هذا ليس من الصحابة. لقيه أبو جهل، لقيه أبو جهل وأبو لهب ولم يكن من الصحابة. من لقيه مؤمنا به بهذا الشرط، مؤمنا به، أما من آمن به ولم يلقه فليس صحابيا، ليس صحابيا لأنه لم يلق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان مؤمنا. فالنجاشي رحمه الله آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، وليس هو في عداد الصحابة، إنما هو في عداد التابعين. نعم، ومات على ذلك. أما من لقي الرسول مؤمنا به ثم ارتد فليس من الصحابة. نعم.